كيفية الرجوع بالخلف على تطبيق بيكس آرت. طريقة سهلة جدا يا أصدقائي، فقط مثلا أنت قمت بالتعديل على صورة، مثلا سوف أختار هذه الصورة، سوف أعدل عليها شيئا ما، مثلا سوف أقوم بمثلا عمل تأثيرات عليها هكذا، مثلا تأثيرات أخرى هكذا، بعدها سوف أضغط على أوكي. أنا أريد الرجوع إلى الخلف والتنازل على هذه التعديلات. سوف أقوم بالذهاب إلى الآلة، بعد ذلك سوف أقوم بالضغط على السهم هكذا، وقد تم الرجوع بالخلف يا أصدقائي. وبهذا نصل لنهاية الفيديو. إذا كان الفيديو مفيدا لك لا تنسى دعمنا بوضع زر لايك وأيضا الاشتراك بقناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.